أعزائي مشاهدي الفضائية القبطية في كل مكان في مصر وأستراليا وأمريكا وكندا وأنحاء العالم كله على الإنترنت، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي حوار ورسالة. الحقيقة النهاردة يعني ممكن تكون المادة القانونية اللي هتبقى في الحوار هتبقى دسمة شوية، لكن نحاول نخففها على حضراتكم، نحاول نفهم مع بعض إيه هو الدستور وإيه فايدته للناس وإزاي بتتقدم الشعوب بدساتيرها. حتة تاريخية كده، عرفت مصر كلمة دستور أو الحياة النيابية بعد ثورة 19 بقيادة الزعيم المصري سعد زغلول، وكان أول دستور اتوضع 1923، وكان في بعض المشكلات إلى أنه كان دستور لسيفيليان كونتري، يعني دولة حديثة أو دولة مدنية. يعني كلمة مدنية هنا مش بمعنى غير إنها حديثة وبتحتل قدر كبير من التطور في أفكارها وفي الأيديولوجية اللي قادوا ثورة 19 عشان يبرمجوا الثورة دي بدستور يصلح لأن يكون كرامة للمصريين. الدساتير بتعبر عن شعوبها وبتعبر بالتالي عن القوانين اللي بتقود هذا الشعب إلى التقدم أو إلى العكس. هيكون معانا طبعا الضيف الأساسي في الحلقة النهاردة سيادة المستشار الأستاذ رمسيس النجار المحامي المعروف، وهيكلمنا عن أسئلة كتيرة قوي اللي بتدور حوالين هذا الموضوع واللي تهمنا، واللي تقريبا احنا ما كناش بنهتم بموضوع الدساتير دي، وحتى كانت لما بتبقى في التربية الوطنية في المدارس كانت الحصة بتبقى دمها رخم، لكن احنا كنا بنحس ان احنا وطنيين بنحب مصر بس مش قادرين نلتحم مع الـ زي بيقولوا ايه المادة او النص اللي موجود حتى في بعض الدروس الوطنية لانها جامدة ما بتمثلش المشاعر المصرية. الدستور في امريكا مثلا او في دول اوروبية كثيرة كان هو سبب تقدم هذه البلاد ورفعها من قاع الارض او قاع المحيط الى السماء السبعة زي ما بيقولوا. بنرحب بالاستاذ سياده المستشار الاستاذ رمسيس النجار المحامي، وبنقول لك مساء الخير يا فندم. اهلا، مساء النور، مساء الخير على كل كتب الشات، كل برامج كتب الشات. اهلا بيك، ربنا يخليك يا استاذ رمسيس. احنا يعني حته كده نقول ما معنى كلمه دستور او ماذا تعني كلمه دستور للشعب؟ عايزين يعني ايه دستور؟ يعني ليه بيوضعوا دستور وليه الدستور ده مهم؟ الدستور هو العقد الذي يجرى بين الحكام والمحكومين، يخص ويمس فيه يعني حقوق للمحكومين والتزامات على الحكام، بحيث لا يجوز للحاكم او للحكام المتمثلين في الحكومه أو الهيئات القضائية أو القوات المسلحة أن تخالف هذا الدستور على الإطلاق. والدستور يجب أن يكون قاعدة عامة مجردة لا يجوز الاتفاق ولا يجوز مخالفتها على الإطلاق. لكن يجوز تعديلها يا أستاذ رمسيس؟ نعم، يجوز تعديلها؟ يجوز تعديلها بذات الإجراءات التي أنشئت بها. تمام، باستفتاء شعبي، لان عقد ما بين الشعب والحكومه، لكن لا يجوز تعديلها بمعرفه مجلس الشعب او بنواب الشعب، تعدل بالطريقه التي انشئت بها. هل يصح ان انا اقدر اقول ان انا اقدر اخد اي نصوص ثابته سواء كانت دينيه او اجتماعيه او تراثيه واحطها في الدستور؟ اولا الدستور في الأيام الحالية أو في القرن 21 إذا اهتم بالمصادر الدينية سواء مسيحية أو إسلامية أو يهودية فهو يعتبر دستور ديني، والدساتير الدينية ثبت فشلها من القرن 18
الدستور المدني الذي يبنى على قواعد حقوق الإنسان والتزامات الحكومات هي دساتير معبرة عن إرادة شعبه يبحث عن حقوقه ولا يبغي أن يكون من خلاله احتراما للأديان أو علاقة الإنسان بربه. تمام أستاذ رمسيس، أنت لخصت في أجابتي، لكن اللي أنا عايز أقوله طبيعة الشعب المصري وأنا منهم ما كانش فيه اهتمام بحاجة اسمها دستور ولا مناقشة الدستور ولا حتى في بنوده، ودي حاجة جديدة على الشعب المصري رغم إن احنا بدأناها من سنة 19، ولا ده كان من بعد ثورة 52 الدستور ما هواش مهم؟ لا، هو منها شك أن أحداث التي حدثت 25 يناير وانتفاضة الشعب انتفاضة كاملة والتغيير الجذري المفاجئ الذي حدث للشعب، أراد الشعب أو خرج الشعب طبعا لتطلعه بالعلاقات الخارجية وبالإعلام الخارجي، عرف بدأ يعرف وبدأ يعرف واجباته، فبدأ ينادي بدستور مدني. لكن طبعا حضرتك عارف أن تم تشكيل لجنة معينة ذات طبيعة معينة أو نسبة غالبة فيها ذات طبيعة معينة. ما احنا هنيجي للسؤال ده استاذ رمسيس، لا لكن قبل السؤال ده انا عايز اقول يعني ليه ثقافة الشعب المصري في الفترة الأخيرة كانت لا تعي أهمية الدستور، واحنا عارفين ان حتى رئيس الدولة سنة 71 و81 جاب لجنة وعمل تغييرات دستورية وعمل استفتاء يمكن ما حضروش مثلا 3% من الشعب المصري واجاز التغيير وما كانش لصالح الشعب المصري، بدليل ان الشعب المصري لم يتقدم منذ التعديلات الدستورية. ما احنا قبل 25 يناير كانت نسبة التصويت على بقاء الحاكم بتيجي 99.9999 من 1000. النهارده بدأت في الديمقراطية ترى نسبة 50 و52 و54، أي أن الشعب منهم من وعي طريقه الصحيح في العلاقات فيما بينها وبين الحكومة، وبدأ يحصل تنافس على كرسي السلطة التعرف السلطة التنفيذية، وبدأ يفكر. ولما قامت أحداث 25 يناير قعدت تقول للشرطة لماذا بلطنا، وقعدت تقول للقضاء لماذا تعيش في الأرض فسادا، وقعدت تقول القوات المسلحة نحن بإيدنا في إيد القوات المسلحة. إذا حدث تلاحم ما بين الشعب والسلطات، فلما حدث هذا التلاحم ما بين الشعب والسلطات بدأ الإعلام المصري يوضح للشعب ما هو الدستور، ما هي القاعدة القانونية، ما هو الإعلان الدستوري، ما هو المرسوم بقانون. كل دي حاجات ظهرت في الآونة الأخيرة وعلى أساسها الشعب وصل مستواه الثقافي قبل الحكومات وقبل السلطات التي تحكمه الى درجه عاليه جدا. والنهارده بيتكلم المستويات البسيطه، المستويات الغير متعلمه تعليم كافي، ايضا المستويات المتعلمه وايضا المستويات التي لا تصل لدرجه علميه معينه بتتكلم في الدستور وبتقول انا حقي ايه قبل الحكام. فالنهارده الحمد لله الشعب بقى عنده وعي، لكن المشكله برضو انا منتظر السؤال، المشكله ان الشعب خد السياسه من خلال الجديد. فدي حصلت فيما بين الشعب والحكومه، او خدت الشعب من فكره السياسي من فكره الديمقراطي الى فكر ايه؟ لقنوات دينيه، فكر القنوات الدينيه عندما يقدر منها الشعب يتكلم في مواد دينيه ورجعها الى الدين. استاذ رمسيس، يعني التوقيت لوضع الدستور نقول ان مصر الان فيها فئه كبيره لا تقبل الاخر، فيها ثوره غير متفقين كل ارائها على اتجاهات أو اتجاه وطني واحد، جماعة خطفت السلطة
وابتدت تسير نحو أهداف ممكن أن تكون في غير مصلحة الوطن ومصلحة الجماعة هي الأهم. أنا هتكلم بصراحة. وأيضا يعني حتى بنشوف المظاهر اللي في الشارع الآن التحرش، ودي قضية يعني على الملأ، وهقول رأيي أستعير رأي الدكتور محمد البرادعي، بيقول إن هذا المنظر اللي بيحصل في مصر كل فترة والتانية خصوصا في أيام الأعياد ده دليل على انهيار القيم. إذن الوقت ده في انهيار قيم، لماذا هذا التوقيت لوضع دستور؟ أولا لأن الدولة لا تسير من غير دستور. ثانيا لأن الدستور أو بقيام ثورة 5 يناير أو أحداث 25 يناير سقط الدستور المصري، فأصبحنا نسير اليوم بإعلان دستوري، حتى الإعلان الدستوري المكمل الريس تغير، فأصبحنا نسير في إعلان دستوري. هذا الإعلان الدستوري فيه بعض المواد الخاصة بالسلطات، لكن مفهومش المواد التي تعطي حقوقا للأفراد قبل تلك السلطات. فعلى هذا الأساس يجب على الشعب كله أن يشترك، أو جميع طوائف الشعب أن تشترك في تشكيل الدستور، حتى لو كانت اللجنة من 500 من 1000 ما فيش مشاكل. هذه اللجنة بتضع مواد دستورية ثم تطرح على الشعب للاتفاق، ثم بعد ذلك تعتمد كدستور أو تعرض على مجلس الشعب ويقرها مجلس الشعب ويقرها مجلس الوزراء وتعتمد كدستور. فاحنا في مرحلة وجودية شهر دستور، وطبعا عارفين إن في بلاد لحد النهاردة بقى لها 10 سنين ماشية بالتفاتير العرفية وليس بالتفاتير المكتوبة. لكن الدستور يعني هناك فرق بين التفاتير العرفية والتفاتير المكتوبة، فأنا مش عايز أخوض في الفرق ما بين التفاتير، ولكن وجوديا ينشأ دستورا يرفع عن وجاهة أطياف الشعب تكون كل لمصلحة الشعب ألف وياء، حتى تكون الحكومات القادمة والحالية هي موظفين لدى الشعب. وهذه حقيقة، يعني لما نقول إن الموظف العام هو الذي يبدأ خدمة المواطن دون مقابل. تمام. إذن رئيس الجمهورية هو موظف أمام الشعب يقوم بخدمة وإدارة البلاد للشعب دون مقابل يتقاضاه ويركبه. فدي المواد الدستورية لو قننا تقنينا قانونيا سليما حنسير في طريق الديمقراطية. لكن المشكلة ان هناك او الحكومة او نسبة كبيرة من اللجنة التأسيسية للدستور من احزاب او من خلفية دينية او من نجاح كنت على مصدر موقع الديني، فبدأ ينتمي إلى هذا المصدر الديني الذي تسبب له في النجاح دون أن ينتمي إلى الشعب حقيقة لإحقاق أطيافه، لأن شعب مصر يحمل كافة الأطياف. وفي الآونة السابقة يمكن من حوالي فترة بسيطة شفنا أن هناك بهائيين، شفنا أن هناك شيعة، شفنا أن هناك لا دينيين، في ملحدين كتير. أنا بحكمهم أي فن، كل دول كل أقصى مظلة الجنسية المصرية يجب أن يكون لهم حقوق المواطنة والوطنية، ولكن علاقتهم بينهم أحب فيهم. فالإنسان أو الشعب المصري نجح، ولكن لم يستمر نجاحه في أن يضع أو يفكر في أن يضع المدنية وحقوق الإنسان فوق كل شيء. تمام. هنقول ان الدستور هو العقد الاجتماعي بين كل اطياف الشعب، ولكن وضعت او اسست اللجنه التاسيسيه لوضع الدستور بين اطياف الشعب والحكومه. اسست اللجنه التاسيسيه بمعرفه مجلس الشعب الذي حكم ببطلانه. دي نقطه عايز اخدها الاول كده، يعني كيف ان يكون ما بني على باطل فليس باطلا انما هو حق، والان يوم تنظر أمام القضاء الإداري مرة أخرى اللجنة التأسيسية،
يعني لم يصدر حتى حكم ومش عارف ليه متأنيين في هذه الأحكام. ودي حاجات مصيرية للشعب المصري لا يمكن السكوت عليها، وخصوصا ان احنا خارجين من ثورة. حضرتك ألقي الضوء على هذا العوار الدستوري او الخلاف الدستوري او ايا كان المسمى، يعني كيفية ان يأتي من الحسك تينا ومن الشوك عنبا. أول حاجة، هو أولا تشكيل للجنة بقانون رئيس الجمهورية عرض على مجلس الشعب وصدقه مجلس الشعب، ولم يأتي طبقا للدستور أو للتساتير المعروفة بها الشعب ذاته أو كل من أطراف الشعب رشحت أناس المعينين لتشكيل تلك اللجنة. هذا أولا. ثانيا، أن من بني الباطل فهو باطل. إذا كان هذه اللجنة صدقوا عليها لم يمشوا في ومجلس الشعب، أنا بعتذر وأقول الذي لم يولد، لأن المحكمة حكمت بانعدام تشكيله مش ببطلان تشكيله. كأنه لم يكن. لو بطلان يبقى القرارات نعرف إيه؟ كأنه لم يكن، يعني كأن ما فيش انتخابات حصلت. بالضبط، كأن لم يكن. إذا كل ما صدر حتى ولو كانت هناك قوانين او قرارات قوانين صدرت في مجلس الشعب ادانا وجوده فهي تعتبر ولا عدم سواء في الوقت الحالي، لان المحكمه عندما قطعت عدم بانعدام المجلس فاذا اللجنه المنبثقه من المجلس تعتبر لجنه معدومه. لكن ما يطمئننا انه في حاله صدور الحكم لبطلان تشكيل اللجنه التاسيسيه للدستور سوف يعتد بما دون وبما كتب وبما سطر تكفيك دستور، ولكن يكون استرشاديا للجنه التي تحل محل اللجنه للعدل. فانا لا ارى ان العمل في الاوقات الحاليه للجنه التاسيسيه للدستور هو عمل صدم، لا، عمل مفرط يحرم كل في اللجنه التاسيسيه عليه على اساس انها تضع صراطا تستطيع اللجنه التي تاكد فيما بعد ان تعدله، ان تنسقه، ان تحذف منه عبارات، ان تضيف اليه عبارات دون ان تبذل جهدا كبيرا في التاسيسيات التي وضعت. تمام. لجنة تأسيسية للدستور كان 100 عضو على ما أظن، يمكن مش أقل من 100. تم اختيارهم أعتقد إن 100 تم اختيار الأغلبية منهم من حزب الحرية والعدالة، الكلام ده مظبوط؟ 52% يا فندم من حزب الحرية والعدالة فقط لا غير، وطبعا حزب النور. وحزب النور اللي هو مش موافق على الدستور. وانا عايز ارجع بقى لحته التمثيليات القائمه الان، الخلاف بين النائب العام وبين رئيس الدوله، الخلاف بين القضاء ورئيس الدوله وهم على وفاق. يعني اللي انا عايز اقوله ان مثلا مثل زي القاضي المبجل المستشار احمد الزين، اول ما كان هنا كان ضد رئيس الجمهوريه وقال احنا ما نشيلش النائب العام وده مش دستوري وده مش قانوني واحنا واقفين، ورايح السعوديه وهو بيحج قال كلام تاني خالص، قال كلام تاني خالص ان الشريعه معطله واحكام الشريعه معطله وعليكم بقى الراجل بتاعكم اللي في مصر يخلص الموال. يعني ده ملخص كلامه، ان القضاء هيساعده بس انتوا زقوه شويه. الكلام ده جديد على القضاء المصري. هل القضاء المصري الآن منقسم على ذاته ولا هو كله اتجاه واحد هو اتجاه ديني بحت؟ هو من القضاء اتضحت فيه رؤيتين متناقضتين، رؤية تتكلم في العدالة المكتوبة ورؤية تتكلم في العدالة المستمدة من الشريعة. ممكن ان السيد المستشار الذي ادلى بعدم حق رئيس الجمهوريه بالغاء النائب العام الموجود حاليا وحل يحل محل اخر، ممكن ثاني يوم ثالث يوم في فتره ما
في علاقة ما بالتيارات الإقليمية يغير وجهة نظره، أيضا حقه، لكن القانون والدستور ينص على أن النائب العام لا يتم حله بالصوت أستاذ رمسيس. حضرتك رجل قانون، وأنا هاخد بس يعني مثل شوية أن الدستور لا يساند إذا كان القضاء ضد تنفيذ العدالة الأرضية بالقوانين اللي موجودة حاليا. يعني اللي أنا عايز أقوله أن في أحكام كتيرة من القضاء وأغلبها كان ضد الأقباط، هو فعلا يمكن ما أدنوش الأبرياء إلا قليلا، إلى أنهم ما جابوش الجناه وحكموهم. يعني العدالة نصفية، يعني بعين واحدة، والشق اليمين كمان بعد بهدلة شهرين وثلاثة وهو مزبوط براءته بالفعل، إلا إن بس عشان البروباجندا الإعلامية إن في متهمين ويحقق معاهم وفي الآخر يفرج عنهم، لكن الجناه الذين فعلوا الفعل هم، هل تقصير من التحقيقات، هل مغالطة في الضمائر الآن لعدم معاقبة الجناه، هل تبريرات مخالفة للقوانين الحالية بمناسبة فقهاء أو متطرفين في الفقه بيفسروا للقضاء. يعني المنظومة دي حضرتك أنت متعامل معها شبه يومي، حضرتك ممكن تحكي للناس ببساطة شوية اللي أنا بقوله ده معناه إيه؟ هقول لك اسمح لي وبص، يعني هو التباسط في اللقاء. طبعا العدالة يقوم على تنفيذ تطبيقها قاضي، وهذا القاضي من هناك قضاء أو يوجد قضاء كبير للعقيدة أو من الأصل الديني، ويوجد قضاء تميل إلى العدل الوجداني، ويوجد قضاء أيضا تميل إلى العدل المكتوب في القوانين، والكل يتعامل من خلال قانون. يعني الفرق بين البراءة والإدانة، المحكمة تطمئن أو لا تطمئن. إذا لم تطمئن المحكمة إلى أدلة الثبوت تقبل البراءة، إذا طمأنت إلى أدلة الثبوت تقبل الإدانة. ولما نقص فرع الإدانة إنها تدي من 25 سنة لسنة تاني، يعني برضه في تدرج في العقوبة. إذا استعملت المحكمة حقها في المادة 17 والمادة 55 من قانون الإجراءات الجنائية، إذا لو القاضي اللي قاعد بيطبق العقيدة وقتها أن هناك مسيحي صفق بغير مسيحية، ففي هذه الحالة بيقول إيه؟ أن الدم دم ولكنه ليس دم سمين يستحق أن يدان فيه المتهم الإدانة أو العقوبة القاضية في بل لو ما تطمئنش ممكن في هذه الحالة يدي أدنى عقوبة أو يدي عقوبات ضعيفة. طب عدم الاطمئنان هنا جاري أستاذ رمسيس، اسمح لي أقطعك في الحتة دي، عدم الاطمئنان المحكمة هنا جاري من التقصير للتحقيقات، ولا الحق بين لكن هو مش عنده عقيدة أنه يحكم بالقانون كاملا لأنه عنده شريعة تانية بتقوله كلام تاني، فيبتدي يتلخبط بين الحاجتين ويبتدي يتأرجح؟ يبقى هي مش عدم طمأننا، هي عدم اتجاه حول احترام القانون اللي موجود قدامه، لأن الطمأنينة بتيجي بالتحريات. في الغالب تكون التحقيقات يعني قاصرة، أو التحريات ما فعلا ما أثبتتش فعلا وما سلبته إلى شخص معين بذاته، فتبقى برضو المحكمة تلاقي مثالها من الخروج إلى البراءة. يعني الشق العدل اللي في إيد قاضي التحقيقات أو القاضي اللي بيحكم أساسا في شق تنفيذي للعدالة إنه يجمع التحريات، هذا الشق أساسا برضو يعني أنا عايز أقول شعوري ويمكن شعور المتشاهدين كلهم إنه بيتم بولي الأمر. يعني إيه؟ يعني ولي الامر بتاع المنطقة دي او الشرطة دي او الحتة دي بيقول له لا اعمل تحريات كاملة، والتاني يقول له لا 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 تغاضى واعملها. مش يعني انا عايز افهم، يعني التحريات دي بتبقى بناء على اوامر ولا ده واجب على الشرطة اساسا انها تنفذه؟ يعني هي اوامر ملقاة اليهم الاول بالتحقيقات بالتحريات
ولا هو من وازع ضميره بيعملها وبرده دي متروكه ليه هو؟ يبقى هنا اذا قصرت الشرطه، لان الشرطه هي تقدم التحريات، اذا قصرت الشرطه في تحريات بيبقى قدام القاضي عدم وجود ادانه، بيبقى قدام القاضي عدم وجود تحريات تؤكد على دليل التحريات، هي راي لمجريها، لكن بتساعد قرينه على قرينه بترقى الى مستوى الدليل. تمام. فتبقى سقطت قرينه وانهارت قرينه اخرى، القرائن دي كلها بتؤدي الى دليل، انت تفكر الدليل خلاص. فبرضه القضاء معذور، يعني انا مش عايز اقول القضاء في ظروف الحاله المدان ادانه واضحه، ولكن لا طبعا القاضي اذا اراد ان يخرج من القضيه بيعرف يخرج منها، واذا اراد الادانه بيعرف يدينها. تمام. ولازم الاحكام تسدد التسديدات تخضع لرقابه محكمه النقض، يعني في ادله معينه تخضع لرقابه محكمه النقض وفي اجراءات للنقض والاخر، لكن صدفة والكلام في هذه المواضيع بيدي تنشن لكل من هو يمسك قلم القضاء في انه يراعي ضميره، وان لم يراعي ضميره فهناك راجل وراءه تمثل في الشعب. تمام. انا بقول الكلام ده ليه؟ لان السلطات كلها لما تبقى متلاحمه مع بعض بيتم سوري في اللفظ يعني طبخ الموضوع، يعني يبقى من فوق لتحت كده، هو تصاعديا او تنازليا بينها تبقى ازاي. حضرتك طبعا رجل قانون وفاهم انا اقصد ايه، لكن اللي انا عايز اقوله من اساسيات الدساتير هي الفصل بين السلطات. كيف ترى ان هذا الدستور فعلا في فصل، يعني بيضع حد بين السلطات علشان كل سلطة تنفرد بشغلها والسلطة التانية ما تقدرش انها تبني افتراضات على السلطة الاولانية، لان مفيش عملية الطبخ اللي موجودة حاليا في سلطات الشعب المصري المعطاة للتنفيذية والتشريعية وولي الامر، ومحدش عارف يفصل ما بينهم. حضرتك شايف الدستور ممكن يفصل بين السلطات ازاي؟ ايه البند اللي ممكن يخلي السلطات دي كل يعمل باستقلالية بإدارة عليا هي إدارة الرئاسة؟ إدارة الرئاسة الإدارة العليا هي تتمثل في الرئاسة بالضبط. السلطات يعني هذا الدستور، أو أنا شفت نسوته الدستور إلى حد ما أو إلى درجة كبيرة وصلت إلى الفصل فيما بين السلطات. تمام. السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. لكن أنا عايز أقول إيه؟ أنا عايز فصل بين الدين والسياسة. لأن أنا لو عندي مجلس شعب ديني هيتكلم من منطلق ديني، هيقود القضاء إلى مجتمع ديني. لان القضاء بياخد القوانين ويطبق الوقائع ويحكم فيها. ايضا الشرطه وهي سلطه تنفيذيه عندما تقوم بتنفيذ الاحكام، تنفيذ الاحكام من باعث ديني، لان المصدر الاساسي الذي انشا القانون هو مصدر ديني. فبيحصل ربط جذب ما بين السلطات، والانفصال بين السلطات لا يعني التعاون، لا يعني عدم التعاون ما بين السلطات، بالعكس ده الثلاث سلطات متصلين ببعض، بحيث ان هناك سلطه تصدر قوانين، سلطه تحكم بالقوانين، سلطه تنفذ الاحكام. فهذه هي الثلاث سلطات عندما تتعامل او تعمل بتعمل في تدرج معين. لكن لا سلطه اعلى من سلطه، ولا سلطه تنال على سلطه، ولا سلطه تتدخل في عمل سلطه. لكن اذا صدرت قوانين او اذا صدرت قرارات معينه منبثقه من فكر معين، بينجرف او بينسحب هذا الفكر الى باقي السلطات، وتصبح الدوله تسير في فكر معين، واللي يسمى بايه هويه الدوله او مواصفات الدولة أو طبيعة الدولة. لكن السلطات أنا شايف أن الدستور الحالي أو المسؤولية بتاعة الدستور
الى حد كبير وصل الى الفصل فيما بين السكان. وعندما استبقي النائب العام في مكانه هذا يعني ان السلطه القضائيه لها شخصيتها الاداريه المستقله، ان السلطه التنفيذيه لم تتدخل في اعمال السلطه التشريعيه ولم تجبر السلطه التشريعيه على تنفيذ قرار صدر من السلطه التنفيذيه. فالى حد ما يعني الوضوح يثبت انه في المستقبل القريب هيبقى السلطات كلهم يعمل في استقلاليته. طب هنخش بقى بعد الفصل في السلطات، ودي برضو قدامنا زمن طويل على ما نشوفها في مصر يعني عشان ما نبقاش متفائلين قوي، لكن الى حد ما ان احنا ممكن نبدأ حتى بهذا الدستور وان كان الكل مختلف سواء كان بتمثيلية او من غير تمثيلية. يعني مثلا حزب النور النهاردة هو مختلف مع الدستور وبيدعو الناس للاستفتاء بلا، واللي هيقول نعم هيبقى لا بيحب الله ولا رسوله ولا الشريعة الإسلامية. برضو هترجع نعم ولا للمصدر الإلهي بالظبط. ما هذا خلاص هنقول بقى البنود اللي كانت مختلفة عليها. لا أنا هقول البنود اللي فعلا تم الاتفاق عليها ولي ملحوظة. يعني مثلا في البند بتاع المواطنة أن الكل سواء، المواطنون يتمتعون بكل الحقوق وعليهم كل الواجبات، ولا فصل بين دين وآخر، وفصل من يعتنق هذا الدين وآخر، ولا فصل بين لون ولا غني ولا فقير ولا طبقة ولا كلام جميل قوي. نيجي بقى بعد تفصيلات كده في حاجة تانية أضيفت، وهي مادة أو بند الوحدة الوطنية، وده ليه تحفظ عليه لأن ده كلمة يعني بيقولوا ايه، كلمة حق يراد بها باطل. لان ما معنى ان انا جايب المواطنين كلهم سواء امام القانون واجي اقول اللي ما يحافظش على الوحدة الوطنية؟ لا، طب ما انت اوريدي يعني عملت تثبيت لان المواطنين كلهم درجتهم واحدة امام القانون. ايه اللي بيخليك ترجع تاني وتقول ان اللي بيقول الوحدة الوطنية وتجريم اللي بيعتدي على الوحدة الوطنية؟ ما انت حاطط البند الاولاني ان المواطنة يعني ما فيهاش وحدة، بقى ده نسيج واحد، بقى كله حاجة واحدة المواطنة، وده شيء جميل. لكن رجعت تاني وقسمت تاني وقلت البقاء على الوحدة الوطنية ودخول بعض الأشياء. حضرتك شايف التناقض هنا ممكن يمر ولا ممكن يعدل، ولا في حاجة وراه ممكن تكون مستترة احنا مش شايفينها، لكن انت بصفتك القانونية انت شايف ما وراء هذا النص؟ احنا يعني اتخذنا الاعتراض على النص اللي بيتكلم على الوحده الوطنيه، وقلنا ان الوحده تعني ان هناك قسمه يتم توحيدها. فان كانت في المده السابقه قد تكلمت على ان المواطنين سواء، فعلى القوانين التي تنشر المجلس الشعب ان تتكلم في الوحده الوطنيه والعقاب على 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 العبث بالوحدة الوطنية كيفما تكون مستقيمة في المواطنة. لكن وجود مادة مثل هذه في الدستور تعني أن هناك اختلافان لمادة توحدهما. يبقى المادة الأولى المواطنون لدى القانون سواء، ما أصبحتش المواطنة والمواطنون سواء، لأن المواطنين بقى المادة دي بتتكلم عن مواطنين وحدة واحدة، بجد المادة اللي بعدها قالت لا مواطنين منقطعين والعبد في الوحدة الوطنية يعتبر جريمة. لا، ما انت عندك القوانين. فهو المادة دي اعترضنا عليها او قدمنا اعتراضاتنا عليها وقلنا ان احنا المواطنون امام القانون لا فرق بيننا. وقلنا حتى يعني ده حتى في ناس قالت الفرق بين ذو العهاد او ذو الاحتياجات الخاصه والانسان الطبيعي. تمام. وصلوا بيها يعني في بعض على اساس ان لو كان هناك شاب حصل على حقوق بدرجه تقدير معين ولكن زعاها معينة احتياج خاص يعني للنائب العام في الوظائف المرموقة،
ودي تقدموا بيها الطلبات. ايضا منع ان الفتاه اذا وصلت الى درجه معينه زي ما عينت وزيره انما احنا تكون قاضيه وان احنا تكون وكيل نيابه. ودي تعني ان المواطنين المواطنين النظر الى الجنس. تمام. فاختلاف الجنس ايضا لا يحرم الشخص من وظيفه معينه الاحتياجات الخاصه لا يحرم من وظيفه معينه ما دام ما وصل بكفاءته اليها. ايضا المجتمع في مجتمع واحد فلا يجوز ان ينصف الدستور على ان الوحده الوطنيه يجب الحفاظ عليها او يعتبر من كل الانحاء. في اسئله كتيره حوالين الدستور ومسودات الدستور، بس هو في استغاثه من مصر. المخرج بيقول لي في التليفون في مدام كريستين بتحاول تستغيث بينا في مكالمه، استاذنك يا استاذ رمسيس ناخدها ونعرف الاستغاثه دي عن ايه ونرجع نواصل حوارنا حول الدستور ومسودات الدستور والنسخه اللي معروضه الان للحوار المجتمعي. مساء الخير مدام كريستين. اعتقد ان الخط قطع. طيب احنا هنحاول عيد الاتصال بيها تاني. استاذ رمسيس، يعني سؤال بيطرح نفسه هنا ان الدولة كيان اعتباري، يعني انا هقول كل اللي عندي وحضرتك ممكن تشوفه بالطريقة القانونية ده يتم ازاي. لما يكون كيان اعتباري يعني مش كائن حي مش موجود هو بيحيا ويتنفس وبياكل، ده كائن اعتباري. يعني لو احنا يعني احنا لو خدنا الناس مثلا من مصر كلها كده وسبناها هتبقى حتة ارض. هل حتة الارض دي ممكن اسميها ديانتها كذا او ثقافتها كذا او اسلوبها كذا، ولا هو الانسان اللي عليها هو اللي بيصنع هذا؟ يعني ده اللي انا عايز اقوله، ان الكائن الاعتباري طالما بيتحط في الدستور مصر ده الارض اللي احنا بنعيش فيها. هي الارض دي لا دي حتة حجر او حتة ارض اذا كانت زراعية او صحراوية، هي لا تتعبد لله بالمفهوم بتاعنا احنا بمفهوم السجود والتسبيح والولاء لله وان تكون ديانتها كذا. مفهوم المواطنة متعارض مع مفهوم ان الدولة ليست كيان اعتباري. حضرتك تقدر تفسر لنا الاتنين دول وحلها ايه؟ حضرتك بتتكلم عن المادة الثالثة اللي هي السريعة مبادئ الفكرة الإسلامية النظم الأساسي للبشرية. هو الحمد لله إنها اتبقيت على هذه الأمارات ونحن ضد هذه المادة على الإطلاق على طول، لأن زي ما حضرتك الشخصية الاعتبارية بتنتمي الى دين معين. طب ليه كل واحد من الناس اللي عايزين الماده دي او حتى من الازهر او من اخواننا المسلمين يطلع يقول لك الاقباط ما عندهمش مشكله في الماده دي وكانه بيقصيني عن اني اقول رايي؟ حضرتك شايف ده ازاي؟ هل هو تقصير في الاعلام القبطي ولا هل هو اقصاء للراي ولا هو ابقاء الماده هي هي كده وخلاص واخبطوا دماغكم في الحيط؟ الاقباط ما تكلموش او تكلموا باقصاء الماده كما هي، يعني حتى لا يصلوا الى مرحله ان يحصل فيها احكام شريعه اسلاميه تطبيق احكام الشريعه والى اخره. لكن فعلا كيف الليبراليين وقفوا ضد هذه الماده وقفه واصروا على ان لا يتم للدوله او للمصادر القانونيه تكون مصدرها الأديان والأعراف، الأديان والأعراف والعادات والتقاليد. يعني لما تقول إن المصدر الأساسي للتشريع الأعراف الأديان العادات والتقاليد، إذا أنت هنا بتتكلم عن الأديان الثلاثة اللي تؤمن بيهم معظم شعب مصر، اليهودية والمسيحية والإسلام اللي مصادر. لا ما في واحد من الازهر ده ضاف دين رابع السابقه. في واحد اضاف الدين السابق، يبقى الاديان عامه ليه؟ ما انا هقول لحضرتك برضه في بهايين. لا اقصد انها وجهه نظر احاديه حتى في الاديان السماويه، يعني
ما هو ما خدش الرأي الشعب المصري كله ما هي الأديان السماوية، ما هو بهائي ما هو معتقد إن هو دين سماوي. والملحد هو معتبر إنه لا دين سماوي، يعني يعني إذا كان ده فيه ده موجود فده برضو موجود. طب اللي أنا عايز أقصده إن إحنا لو في مثلا تعاونيات مع الهند مثلا أو مع الصين، وجدنا استقدمنا مثلا لناس لزرع الصحراء 1 مليون أو 2 مليون، هيقعدوا من غير ما يتعبدوا عبادتهم نظرا للقصور اللي موجود في مصر مثلا، ولا لا بد أن يكون في حاجة اسمها سماحة حتى تقبل الآخر في أديان أنا مش شايف إنها سماوية، لكن هو هتريحه نفسيا علشان يديني العمل اللي هو جاي من خلاله. وهقول مثل واضح قوي، إن في السعودية لما كان في حرب الخليج الأولى، الجيش الأمريكي في بعض بعض الجنود أقاموا زي حاجات كده زي كنائس على أراضي السعودية، والأمير أمير السعودية أو ملك السعودية أباح هذا الأمر لأن دي حاجة من حقهم ما يقدرش يمنحها. هو ده اللي أنا عايز أقوله، إن الحاجة اتفضل أستاذ رمسيس. يعني في أستاذ في أحد الطلبة قال لك أعبد حجر ولا تركيز، العبادة في والعمل في الآخر والسياسة في الآخر والدولة في الآخر. إذا أنا لو عندي النهارده دين أو ناس بتعبد دين أنا لا أعترف ولو هو بعلم سماوي، يعني يجوا ما دام لا يخالف النظام العام أو الآداب، يعني أنا أعمل له مكان يؤدي فيه. لا هو ما قالش الآداب العامة، هو قال النظام العام. خلي بالك هنا أستاذ رمسيس، النظام العام غير الآداب العامة. النظام العام هنا النظام العام إسلامي، فهو بيخالف النظام العام يبقى ما ينفعش، انما الاداب العامه دي حاجه مطلقه وقيم على مستوى العالم كله، ففي فرق. يعني حتى النصوص بيتم تدخيل كلمه مكان كلمه حتى تنرجع تاني للقضيه الدينيه. هو كريستين رجع تاني، هناخدها الاول استاذ رمسيس ونشوف المشكله ايه بتاعت الاستغاثه وارجع لحضرتك مره تانيه. اهلا مدام كريستين. الو مساء الخير مدام كريستين، اتفضلي. انت يا امي انت على الهوا واحنا سامعين. الموضوع ما ينفعش محبوس عليك بدر. معلش انا مش سامع، حاولي تهدي الاول وبعدين يعني تكلمينا بصوت اعلى من كده شويه عشان انا مش سامع. الو ايوه سامعك كده، اتفضلي. ايوه انت سامعني كده؟ معلش انا عايز احكي بس موضوع المالي طبعا. عندي 18 سنه اتحرش فريق بيضا، واحنا ما عرفناش ان هو اتحرش بس خد 25 سنه. ايه الحل في القضيه دي بس؟ مين اللي خد 25 سنه؟ واحد اسمه مالي طبعا مستعيد. ده كان القضية ايه؟ يعني كان قضية ايه؟ قتل ولا قضية تحرش ولا قضية اغتصاب؟ قضية بودرة، قضية بودرة، واحد لبس بودرة ما عرفناش ان هم ما قضية مخدرات عليها. يعني قضية مخدرات. اه والحكم فيها يعني. لبسه يعني ايه هو؟ خد 25 سنة. طب ما هو هو اتقبض عليهم متلبس ان هو معاه البودرة مش كده؟ لا لا يعني ايه يا ابو واحد لبسه، واحد لبسه، واحد يعرف يعني المنطقة لبسها، واحد ظابط يعني، واحد ظابط اداله البودرة. مسلم لا واحد مسلم يعني ايه؟ حط له البودرة وقبض عليه وهو البودرة معاه وخده على الاسم، يعني الظروف ايه؟ ما كانش معاه بودرة، ما كانش معاه بودرة، ده هو اصلا معرفة كده. لا طب جودي معاك، ماشي هفهمك اكتر. اسمه ايه اللي اتحكم عليه؟ اسمه روماني. حضرتك روماني من انهي من انهي بلد؟ من القاهره ولا من فين؟ من رشيد. من رشيد. رشيد. حضرتك كان ناشر هيشتغل في شركه كده، فركب عربيه مع العرب. مع العرب. فخدوه يا باشا، يعني حضرتك ركب معاهم ما كانش عارف ان معاهم اي حاجه، وصلوه على مصلحه ثانيه. فالعرب كانوا شايلين بودره. العرب كانت محملين بودره في العربيه، خديه كمين يعني في الشارع في السكه ماشيين في الاسماعيليه. وهو اتقبض عليه من ضمن العرب اللي شايلين البودره، هو الوحيد اللي اتحكم عليه ولا اتحكم على المجموعه كلها؟
حضرتك ليه يعني المسيحي معلش في الكلمه وليه عاطل يعني فخدوه وعاطل في باطل كده ما هو مسيحي وعاطل انا معاك لكن هل هو الوحيد اللي اتحاكم في القضيه دي ولا في ناس ثانيه؟ لا حضرتك هو العربي الثاني هو العربي الثاني يعني مش مستحيل اسيب لك مثلا المسلم ولا اسيب العربي واخد يسيب الروماني يعني. روماني حاضر. شكرا. احنا وصلت قول اتفضل. 1000 جنيه غرامه. 100000 جنيه غرامه حضرتك قبول دلوقتي جات له جلطه وامه تعبان اهو يعني عندها سكر. يعني اتحكم عليه 100000 جنيه غرامه غير الحكم ال 25 سنه مش كده؟ 25 سنه حضرتك. طب ويحكم والغرامه دي ياخدوها ازاي يعني من واحد بيحكم عليه 25 سنه؟ حضرتك الحكم يا دوبك القضيه ده في شهر واحد بس. في شهر واحد يعني. طب ماشي احنا معانا ما عرفناش انا نجيب محامي من هاني ما عرفيش يعني. طب ما فيش استئناف. ما احنا حضرتك استئناف بس مش معانا فلوس يعني في نقد تقصد. طيب اوكي حاضر نشاور الاستاذ رمسيس في القضيه. القضيه وصلت واحنا بنناشد الساده المحامين في مصر ومنهم الاستاذ رمسيس ان حضرتك اعتقد عارف الاستاذ رمسيس النجار وممكن تستشيره وتتصل بيه في مكتبه واحنا ناخد رايه على الهوا دلوقتي في يعني بوادر هذه القضيه وما سمعه من حضراتكم حول الادانه. استاذ رمسيس سمعت الاستغاثه؟ لا بكل اسف انا افتكرت ان حضرتك عندي. طيب انا هقول لك ملخصها هو في انسان مسيحي عاطل كان من رشيد كان رايح مسافر في حته تانية فركب عربيه ناس عرب وبالصدفه او لقوا في بودره في هذه العربيه بودره يعني مخدرات واتقبض عليهم كلهم واتحكم عليه في خلال شهر وهم تقريبا ما معهمش فلوس ولا حاجه فاكيد استأنفوا بالعافيه ولا حاجه زي كده فاتحكم عليه ب 25 سنه و 100000 جنيه غرامه وهم بيستغيثوا ان هو بريء وهو عشان مسيحي لبس هذه القضية. طبعا الملابسات كلها أنا ده هم زي ما قالوا كده. فحضرتك شايف القضية ازاي يعني شايف من اللي أنا قلته ده ايه؟ لا هو بعد ان حضرتك هذه القصة إذا جت بطريقة القضاء أو هناك خطأ في ان القاضي اعتبر ان العلم مفترض لدى هذا الشخص عندما ضبط عليه وكانت السياره فيها ماده مخدره علما بانه لا يكون لديه سلاح لان السياره فيها ماده مخدره. فطبعا الاحكام تبحث ويطعن عليها بالخطا فتبقى طب هما اكيد شاوروا الناس العرب اللي معاه اللي هم راكبين العربيه وكانوا ممكن يبرقوه. كان مفروض عليهم يجيبوا شهاده من المرور ان السياره ملك العرب وكانت صحيته في ذات التوقيت. وهنا بيجي دور التحريات يا استاذ رمسيس، دور التحريات هو راكب من الطريق ولا هو متفق معاهم؟ والتحريات دي اختلاف الاراء لانه اكيد ما كانش واحد بس اللي راكب العربيه من العرب، كانوا كتير وممكن تبقى اختلاف في الشهاده بين واحد والتاني تبقى لصالح المتهم، ده على حد علمي يعني. لكن طبعا القضيه برمتها يعني انا بناشد الناس المحامين لو حضرتك عندك وقت ممكن يتصلوا بيك وتديهم الراي القانوني في هذه القضية. الرأي القانوني قوي بس بعض الاطلاع على القضية وعلى الحكم الصحيح. تمام، وأنا بقول لمدام كريستين الأستاذ رمسيس النجار أشهر من نار على العالم في مصر، ولو حضرتك يعني تليفون ممكن تتصل بالمكتب بتاعه في أي وقت وتاخدي الاستشارة القانونية بتاعته وممكن يساعدك وإن شاء الله ربنا هو المعين. أستاذ رمسيس نرجع لموضوعنا تاني وعايز أسأل يعني إيه عوار دستوري؟ يعني كلمة عوار دي يعني إحنا عارفين عوار يعني سوري في اللفظ المعنى الدارج بتاعها إنه نقول واحد مثلا يعني سوري في اللفظ وأقولها مرة كتير إن أنا بتأسف للناس أعور أو عوار يعني عين واحدة. العوار الدستوري يعني إيه؟ يعني هل بينظر بنظرة واحدة ولا عوار هنا بمعنى عيب؟ لا 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 العوار في الدستور العوار في الحكم العوار هذه كلمه
يطلق على المباني الكلمتية. يعني إيه؟ يعني الحكم هو مبنى من الكلام المستند إلى أدلة أصابه العوارم. هذا من مبنى كله. أيضا الدستور إذا أصابه العوار أي الشلل، وهذه كما نتعرف انهار الدستور كله. وأنا شايف أن العوار الذي ألحق بهذه المسودة هو أنها منبثقة من لغمة من لغمة تفتح المحكوم بالعجامة. إلى أصبح الدستور متطور، أي أنه أصابه العوار، أي أنه أصابه الخلل. ومن ثم يجب على الشعب أولا إذا تم مناقشة الدستور بغير هذه المعنى أن يعرض عليه الدستور ولو أن يستفيد. وأيضا العوار الدستوري في إجراءات الاستفتاء في إجراءات التجديد، يعني لو النتيجة ثابتة أن هناك تغيير في الاستفتاء الدستوري يصيب الدستور بالعوار. تمام. يبقى العوار الذي يصيب الدستور إما من اللجنة التي أشرفت على إنشائه، إما من الاستفتاء الذي تم بموجب أوراق أو بموجب عملية تغييرية، إما أن يكون صدر بنسبة تتفق مع نسبة الإشكال من 50%، فهنا يكون الدستور معترض. تمام. يعني انا لما نيجي نعمل دستور ما هو ده بيقودنا ان احنا لما نيجي نعمل دستور جديد احنا ما بننهيش كل تاريخنا وماضينا وننفصل عنه ونبدا من مرحله الصفر. ده اللي انا اقصده. عشان كده كلمه اي بند لما نقول بها عوار دستوري احنا بنحكم بالدساتير المعروفه لدينا من التاريخ المسبق لهذا الشعب العظيم. لكن هو كدستور قائم او كاعلان دستوري لا يحكم على الدستور بالعوار الدستوري. حضرتك وضحت النقطة دي كويس قوي. انا اشوف ازاي كمواطن عادي هذا العوار، اشوفه ازاي؟ هتشوف العوار الدستوري اما من تشكيل اللجنة، ودي طبعا مفهوم عليها، اما من انه مخالف للعادات والتقاليد المصرية، إما أنه لم يصل إلى حد الاستفتاء على النسبة المطلوبة، إما أنه يكون قد استفتي عليه بأوراق زويرة عن الشعب المصري. فكل ده في لجان من حقوق إنسان، في لجان بتراقب مدى نزاهة الاستفتاء، في لجان بتراقب المواد الدستوريه تتعلق بالانسان وحقوقه وحقوقه من اي تعرض داخلي او وجاه بدني في اكراه عليه. ايضا المجلس القومي لحقوق الانسان، المجلس القومي لحمايه المراه، كل هذه المجالس بتراقب العوارات الدستوريه وتتكلم فيها. وان صدر دستورا بناء على تلك العوارض لا حق ان ترجع للمحكمه الدستوريه. تمام. طب المحكمه الدستوريه يعني لما رجعت القضيه ضد اللجنه التاسيسيه لوضع الدستور رجعتها مره تانية للمحكمه الاداريه، ده يعني ايه؟ يعني ان المحكمه الدستوريه ليست لا تصدر احكام. المحكمة الدستورية تفصل فيها بأن القانون قد صار موافقا للدستور من عدم. احنا عندنا دستور وعندنا تشكيل بالنسبة للشعب صدر بموجب قوانين قانون معين أو قرار قانون معين، وعندنا لجنة انبثقت من هذا الدستور. المحكمة الدستورية قالت إن هناك عدد دستورية لتسجيل كل تسعة، ومن ثم يكون عدد دستورية أصدرته من تسجيل لجنة معينة. وعلى هذا الأساس تحيل القضية للمحكمة الإدارية، تحكم بحكما باسم الشعب.
هذا هو يعني المحكمة تتبع محكمة فصل فيما بين دستورية القوانين. دستورية القوانين الموضوع العالم. فده حاجة إدارية بحتة تخص المحكمة الإدارية. الموضوع ايضا تدخلي المحكمة الإدارية. طب تمام، يعني هنقول عدم الاختصاص راح مرجعها تاني المحكمة الإدارية، لكن اللي انا عايز اقول المحكمة الإدارية عدم الاختصاص خالص، يعني المحكمة الدستورية مختصة بنظر دستورية القانون التي بموجبه رجوع الله لانتخاباتنا التي شعبت من عدم، وهي قالت كلمتها. تمام. طيب المحكمة الإدارية من المنتظر، أنا مش عايز أسبق الأحكام، ولكن هل من المنتظر المحكمة الإدارية تقول إن اللجنة التأسيسية وضعها القانوني صحيح أو وضعها الإداري صحيح أو تشكيلها مش باطل؟ بالطبيعة هي المحكمة الإدارية إذا اتحكمت بانعدام مجلس الشعب يجوز للمحكمة أن تتناقض في أحكامها. تمام. طب حضرتك يعني اللي انا عايز اقوله دلوقتي، هنشوف الوضع من فوق شويه بعين الطائر، يعني ايه يعني ممكن نشوفه اوضح شويه. يعني احنا نقول ان رئيس الجمهوريه جه والمجلس العسكري بالسلطه المعطاه له بالاعلان الدستوري راح محول القضيه بتاعت مجلس الشعب وتحكم فيها ببطلان مجلس الشعب، اذا رئيس الجمهوريه بقى بدون السلطه التشريعيه، والان هو لجنه التاسيس ولجنه تاسيس الدستور كمان من المنتظر ان يحكم او الحكم اللي هيبقى صادر زيه زي مجلس الشعب، لانه ما بني على باطل فهو باطل، واختلاف الاحكام ممكن نخش فيه في عوار للعدل كله، والعدل ده يعني صفة للقضاء، يعني ما اعتقدش انهم ممكن يمسوها، وبالتالي هيبقى ما فيش لجنة لوضع الدستور. طب الانتخابات اللي جاية هتبقى على اي اساس يا استاذ رمسيس؟ انتخابات مجلس الشعب طبعا، ما احنا من غير تشريع اهو. هيصدر لها قرار بقانون السيد رئيس الجمهورية بصفته يمتلك بالوقت السلطة التنفيذية، وأيضا إثبات قرار بقانون السلطة التشريعية. يقوم مقام السلطة التشريعية في إثبات القوانين، فسوف يقوم بإثبات قرار بقانون، هذا القرار يعتبر قانونا بموجبه يتم الدعوة إلى الانتخابات المجلسية. مش عارف اقول ايه على الدستور لو مرر بهذه الطريقة، حضرتك ممكن تبقى شايفه ازاي؟ وهل يعني نقول ان الدعاية اللي ممكن تسبق الدستور سواء بقى او لا، ونمشي زي الاستفتاء على التعديلات الدستورية اللي اجريت في 19 مارس 2012؟ مش عارف يعني ممكن تودينا لفين. أن الكل يعمل دعاية كما يشاء للدستور والمواد الدستورية وللقوانين وكل شيء، بس وهو بيعمل الدعاية يبعد عن الذات الإلهية، ويبعد عن أن يبعث في النفوس التخويف والترهيب، الحلال والحرام، الأمر الإلهي والأمر الغير إلهي، كل دنيا احنا شعب بسيط او الشعب المصري شعب بسيط بيخشى الذات الالهيه. هذا الاساس عندما يبعث الدعاء ان هذا الدستور لا يجوز الاستفتاء عليه بنعم، فان الله سوف يحرم الانسان من جنته الناس بتنجرف وراء هذا، والعكس صحيح. وبأي سلطة ان ممكن يا استاذ رمسيس، يعني انا عايز مش عايز اوعي الشعب المصري، الشعب المصري واعي الى حد ما، بس هو حتة الدينية عنده بيطيع، والطاعة دي ليست صفة وحشة في الشعب المصري ولكنها صفة كويسة، وان العيب هيبقى في ولي الامر اللي بيوجه. اللي انا عايز اقوله هنا
يعني الشعب المصري فاق لان 60 سنة بنخرج متعلمين من الجامعة. اعتقد ان هم عارفين ومتيقنين ان لا احد على الارض على اتصال بالذات الالهية مباشرة، ما بياخدش اوامر من السماء، ما فيش الكلام ده ومش موجود ومستحيل اثباته. الكلام ده الله يعني وضع من اول الوصايا العشرة على موسى بموسى النبي وبالانبياء، لكن دلوقتي ما فيش انبياء وما فيش ملائكة نازلة طالعة، والكلام بيننا وبين السماء هو مجرد روحيات وقيم روحية موجودة، لكن تنظيم الحياة على الارض يحتاج الى عقل بشري ووضع قوانين متغيرة الى حد ما بتطور البشرية كلها. الكلام ده لو مش موجود يبقى ما فيش داعي من انشاء دستور اساسا، لان معنى كلمة ان انا انشئ دستور واحط فيه ان ده هو ده بتاع ربنا، واللي مش هيعمل كده يبقى مخالف لربنا، وانا الوكيل بتاع ربنا على الارض. اذا انا داخل في ديكتاتورية يعني اسوأ من اي ديكتاتورية على مدار. اتفضل يا استاذ رمسيس. الديكتاتوريات العسكرية اضعف من الديكتاتوريات الدينية. بالظبط. يجب أن في القرن الـ18 ظهرت الديكتاتوريات الدينية المسيحية، ولكن سرعان ما انهارت، لأن الشعب قد يحتمل فترة ولكن لا يحتمل أكثر منها، سواء دين مسيحي يعني أو دين يهودي أو أي نوع من أنواع الأديان. الإنسان دائما يرفض القهر حتى ولو كان بإذن الدين. وعندما يكتشف الشعب المصري ان هناك قهر عليه باسم الدين سوف ينتقد ويظهر ويكون زئيره اكثر مما حدث في 25 يناير. انت مش فاهم يعني مش شايف ان في تناقض رهيب جدا بين دساتير الدول المتقدمه والمتحضره في ان الله اعطى الحريه وخلق الناس سواسيه، وان الله هو اللي اعطى الحريه في كل دساتيرها، والدستور المصري يقول ان الذات الالهية اعطتنا السلطة لقمع هذه الحرية. طبعا يعني الموضوع مختلف تماما. هنحاول نرجع تاني مع الاستاذ رمسيس بعد ما ناخد مداخلة الاستاذ محروس من مصر. مساء الخير استاذ محروس. الو. طيب الاتصالين مقطوعين. يعني تفسيراتكم حضراتكم شايفين وضع الدستور ولجنة تأسيسية الوضع الدستور، وإن بها التشكيل نفسه بيحاكم قدام مش بيحاكم جنائية، بيحاكم في التشكيل نفسه، هل هو يصح إن مجلس شعب حكم ببطلان وكأنه لم يكن أن يكون لجنة تأسيسية، ورئيس الدولة موافق على هذه اللجنة التأسيسية، وإن المسودات اللي طلعت وكل واحد طلع له بمسودة، ويعني طب ما احنا كنا ممكن من غير اللجنة التأسيسية دي كان كل حزب أو كل جمعية تقدم مقترحاتها وناخد المقترحات دي ونجيب يعني الأساتذة لوضع الدساتير وأساتذة القانون وأساتذة الدستور في كليات الحقوق عندنا أكتر منهم مفيش، ويصيغوا كل هذه المواد بتوافقية وبعدين يبتدوا يعيدوا صياغتها مرة أخرى ويطرحوها للنقاش المجتمعي، وبعد كده تاني يبتدوا يعيدوا صياغتها مرة تانية وبعدين تطرح للاستفتاء، وما فيش داعي من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور لأن هي ما بني على باطل فهو باطل. وده اللي وضحه لينا الأستاذ رمسيس النجار، وطبعا هو في القانون بيفهم أكتر مني، أنا مش رجل قانون ولكن أنا مواطن أحب أفهم إيه اللي بيحصل على أرض مصر، وأحب أوعي الناس اللي بيحصل ده هل هو في مصلحتك؟ هل هو ضد مصلحتك؟ ما تشوف يعني ما تديش عينك لغيرك أو تشوف بعينين غيرك، شوف بعينيك أنت وشوف بذاكرتك أنت وشوف أنت عايز إيه؟ إيه طموحاتك؟ إيه أمالك؟ وهل الدستور ده اللي إحنا مش متعودين إن إحنا نناقشه، الدستور ده كان حاجة بتاعت تخص ولي الأمر يمكن أيام سعد زغلول زمان ما تروحتش للاستفتاء الدستور، وكانوا بيعتمدوا على اللي قاموا بالثورة، وكان دستور إلى حد ما أعظم من هذا الدستور اللي يوضع حاليا. يعني دستور اتوضع من 90 سنة هو أعظم من الدستور الحالي. فطبعا يعني فده حضراتكم تقدروا تقرروا الدستور يعني إيه،
يطلع بالبلد ككل، ازاي يرتقي بالبلد، ازاي يحفز على العمل، ازاي يحفز على التقدم، ازاي يحفز على الرقي، ازاي يحفز على القيم. اعتقد ان القيم الروحية، ان اختلفت الاراء الفقهية في كل الدنيا بما فيهم اديان سماوية او غير سماوية، فهي قيم مستمدة من الانسانية والحياة على الارض، واعتقد لا نختلف كثيرا فيها، لكن الخلاف هنا للصراع على السلطة. حط ده قدامك، ان الصراع على السلطة هو اللي بيخليك تغمض وتمشي ورا ده، لا اصل ده لا، او خوف من ده، لا لا لا، لا تخف ان تقول كلمتك، لا تخف أن توافق أو لا توافق على الصح، توافق على الصح وتنكر أو لا توافق على الخطأ، أيا كان التمن. لأن أنت مش تدفع أكتر من كده، أنت دفعت حياتك وحياة الأجيال اللي جاية بناء على السكوت في مدة 60 ولا 70 سنة. معانا الأستاذ جرجس، مساء الخير. مساء النور جرجس. مين؟ أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، اتفضل. انا ساكن في المنيا حضرتك، وكنا قاعدين يعني، فجنبنا بيت يعني تبع الاخوان كده، تبع الاخوان يعني ناس ناس من الحريه والعداله او من الاخوان المسلمين. اتفضل. انا سامعك بالعافيه، مش عارف هل المخرج ممكن يحسن الصوت شويه. الو، اتفضل يا استاذ جرجس، انا سامعك، اتفضل. بقول لك كتير في المنيا حضرتك، فمعانا كنا ساكنين في جنبنا بيت اخوتنا، ففجأة كده حضرتك قعد يضربوا فينا وطردونا، من المنزل يعني. طردوكم من المنزل؟ السبب سمعنا حضرتك. السبب ايه؟ الو، ايوه، سبب ايه طردكم؟ يعني مين اللي طردكم دول؟ هل من الاخوان بس، ولا الاخوان بالتعاون مع الحكومه؟ يعني انا مش فاهم ايه البلطجه اللي ماشيه اليومين دول. اتفضل. المهم يا ابويا راح اجيه قالوا لنا امشي، مش عارف، من البيت، ومش بيتكم انتوا، مش بلدكم، البلد مش بلدكم، ده البلد بلدنا، وضربونا وضربوا اخويا حضرتك بطلق ناري في صدره. بطلق ناري فين؟ في ايده، في صدره. في صدره. فانا حضرتك رحنا المستشفى جنبينا، فرحنا عشان نتعالج، راح عمل المستشفى في وشنا وقالنا انتوا مش عارف ايه، يعني كلهم وقفوا ضدنا حضرتك، وقفوا ضدكم حتى في المستشفى وهو مضروب بطلق ناري. ده اي ادميه يتمتع بيها هؤلاء الاطباء؟ يعني انا عايز افهم مصر ماشيه ازاي وبتدار ازاي. نعم، يعني عايز افهم الاطباء اللي قفلوا المستشفى في وشكوا وواحد مصاب بطلق ناري، بيقولوا لنا مين ضربكم؟ فاحنا قلنا لهم ابونا مش عارف، فابويا يعني والدي اتكلم بقول الاخوان ومش عارف ايه، فكان الدكتور جه وسمع الكلمه ده، فقال لي ما لهمش علاج عندنا، وراح مشيوه. طالما اخوان اللي ضربوكوا واحنا اخوان زيهم يبقى بره. رئيس الجمهورية سامعك، وحضرتك صوتك واصل لكل مصر، واحنا بنناشد اعلى المستويات في مصر. الكلام ده معناه ان مصر بتتمتع بعدم آدمية. انسان مصاب بطلق ناري بيلجأ للمستشفى لمجرد ذكر ان جاره الاخواني هو اللي ضربه، منع من العلاج. احنا لازم حضرتك نقف كلنا ايد واحدة كده ونقف قدامهم وصبر فعلا، يعني احنا كده مظلومين والله العظيم، حرام عليهم. اسم حضرتك ايه تاني؟ جرجس. واسم والدك ايه؟ والدي، ايوه، حضرتك جرجس كمال حبيب. جرجس كمال حبيب، استغاثه من المنيا ومصاب بطلق ناري ورفضت المستشفى علاجه. يا سلام على مصر، يا حلاوتك يا مصر. شكرا جزيلا، واعتقد انهم كلهم سامعيننا، واعتقد انهم يتصرفوا، الناس هتتصرف يعني، وحاول تلجأ لاي مستشفى خاص، وربنا يعينك يا حبيبي، ربنا يعينك. اتفضل معانا الاستاذ محروس مره تانية من مصر. مساء الخير. الو. ايوه يا فندم، اتفضل. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. لو سمحت، انا بستغيث بيكم، بستغيث بكل من يهم الامر. ابني 28 سنه سجل، والحكومه والظاهر السيد رئيس المباحث يعرف الجاني، واسمع جاب الله عبد الله جاب الله، والحكومه متقاعده تقبض عليه. ابني يوم 1/8
اخذوه ثلاثه ومعاه سواق النايه، اخذوه يوصلهم سينج مريوط، حبوا يسرقوا منه العربيه قتلوه. ومعروفين هذا الحكومه وهذا جهاز الامن ورئيس المباحث والحكومه كلها، ما فيش واحد فيهم راضي يبص عليه، وساكن في الكيلو 26 طريق اسكندريه مطروح الساحلي ابو ثلاث، وبيع انابيب، وكل ده الحكومه عارفاه وعارفاه شخصيا، ومتجدين يتقدموا ان يقبضوا عليه. مش عايزين توصل ابني يتقتل، ابني يتقتل دم يروح عذر. ليه كده؟ حرام ولا حلال؟ انا عايز حد يبني راس من الحكومه المصريه، عايز حد يبني من وزير الداخليه، من مرسي رئيس الجمهوريه اللي قال لك لا فرق بين المسلم ولا المسيحي، يورينا يورينا اللي فين الفرق بين المسلم والمسيحي. اسم اسم ثاني العمريه، العمريه مباحث اسم ثاني العمريه عرفه شخصيا، اه، ومتقاعد عشان يقوم يقبض عليه. تمام، عارف عنوانه وعارف سكنه، اسمه جاب الله عبد الله جاب الله جبل... انا بيب غاز، اه هو ده اللي عارف استغاثه. استغاثه طبعا واضحه، واعتقد النهارده يوم الاستغاثه من مصر، المشاكل كتيره جدا، وربنا يعين اللي في مصر كلهم. لكن الاستغاثات احنا طبعا بنفتح على الهواء، المخرج بيفتح الاستغاثات على الهواء، لان دي حاجه احنا ما نقدرش نسكت عليها، ودي ناس عايزه تتنفس فما نقدرش نكتب نفسها، دي ناس عايزه تتنفس وتقول اللي جواها، وتقول التقصير وصل الى حد الاستهانه بالدم، وان الجريمه بتمرر من مصر كشرب الماء. دي حاجه غريبه الشكل. وطبعا شفنا من اول احداث ماسبيرو الى غايه دلوقتي، يعني ما شاء الله دماء المصريين بتروح هدرا وسدى، لكن ربنا مش هيسكت. ودي قالها قداسه البابا شنوده، قال ربنا مش هيسكت، ربنا ينيح نفسه. معانا الاستاذ جمال من مصر. الو، مساء الخير يا استاذ جمال. السلام عليكم. سلام، كل سنه وانت طيب. السلام عليكم. سلام، كل سنه وانت طيب. وانت طيب. سلام، وانت طيب. ممكن توطي صوت التلفزيون علشان تسمعني؟ اسمعني من التليفون بس. والله احنا اصحابنا كلهم. الو. ايوه، اصحابنا كلهم. ايه، اتفضل. والله اصحابنا كلهم هنا. احنا انا من المحله. ايوه، انا من المحله. ايوه، سامعك. انا من المحله. سامعك. اصحابنا كلهم، اصحابي كلهم متخيلين وعايشين كويسين في المحله. طب ايه رايك في الاستغاثات اللي انت سمعتها دي؟ وكنا مع بعض. ماشي، ما احنا مش جايين من كوكب تاني، المصريين اصلهم واحد، سواء كانوا مسلمين ولا مسيحيين، هم الاصل بتاعهم مصريين. انا عارف الكلام ده، وانا متربي مع مسلمين، انا عارف كل الكلام ده، ولا يوجد اي خلاف بيني وبين المسلمين. الحكومه هي اللي عايزه توجد الخلاف ده. نقول للحكومه ايه يا استاذ جمال؟ انا مش عارف والله العظيم. يا دلوقتي احنا كلنا مصريين اولا. بالظبط، احنا كلنا مصريين. اللي بيحاول يفرق بين المصريين، سيبك من الدين، سيبك من الدين والاعراف وكل حاجه، المصريين كلهم واحد، وبياكلوا في طبق واحد، ومتربيين مع بعض، وبيتعلموا في مدرسه واحده. انا معاك. نقول للحكومة اللي عايزة تفرق بينهم ايه؟ نقول للقاضي اللي بيحكم على المسيحي ويسيب المسلم ايه؟ نقول لضابط الشرطة اللي بيعامل المسيحي بحاجة والمسلم بحاجة، نقول لهم ايه؟ هو يعني المفروض يعني ديننا بيقول لنا، أيوة، ان احنا نبقى عادلين في كل حاجة. تمام، مش فارق ما بين مسلم ومسيحي. تمام، وانا معاك. طب نقول لهم ايه بقى؟ يعني نقول لهم بالدين ولا نقول لهم بال... مصلحة مصر. اهم حاجه مصلحه مصر. تمام يا استاذ جمال، انا معاك. اهم حاجه مصلحه مصر ومصلحه المصريين. المصريين
عايز اقول لك حاجه يعني احنا راكبين انا عايز اقول لك حاجه احنا راكبين سفينه مصر انا وانت، انت مسلم وانا مسيحي ما تفرقش، لكن احنا مصريين. السفينه دي لو انحرفت بينا وراحت ناحيه خبطت في الشط ولا موجه جات عليها، هل احنا الاثنين في خطر واحد ولا انت هتنجو وانا مش هنجو؟ يعني ده اللي انا عايز اقوله. السفينه اللي هي مصر، لا مصر كلها في خطر، يعني مصر كلها في خطر. اذا انت متفق، انت متفق ان ولي الامر مش عارف يوصل الامر للمحكومين اللي هم الشعب المصري. انت عندك الدوري العام واقف اقول لك، والرئيس محمد مرسي ما فيش كلام ولا في اي حاجه. انا بص، اي رئيس يجي طالما منتخب من الشعب المصري هو يعني انت شايف مصر رايحه على فين يا استاذ جمال؟ شكرا. انت شايف مصر رايحه على فين قبل ما تمشي؟ انت شايف مصر رايحه على فين؟ والله ما مش عارف لحد دلوقتي. شكرا. ما هو مش عارف دي يعني عدم اطمئنان وعدم سلام وعدم حياه اجتماعيه سليمه. شكرا للاستاذ جمال، لان احلام ثوره 25 يناير عيش، حريه، عداله وكرامه اجتماعيه مش موجوده للشعب المصري. وحضراتكم شفتوا الاستاذ جمال وهو مصري مسلم الديانه. انا ما تهمنيش كتير مسلم الديانه او مسيحي الديانه، تهمني ان هو مصري لا يشعر بالامان على ارض مصر مثل كثيرين من المصريين. وانا مش هخص انهم مسلمين ولا مسيحيين، ان فئه معينه عايزه تقسم المصريين بالعافيه، عايزه تخلي الاتجاه الديني هو الاتجاه السائد، وان بهذا الشكل مصر مش هتمر بالسفينة بتاعت مصر إلى بر الأمان، ولكن ما زلنا في خضم الأمواج. بنسأل الدكتور رمسيس، رجع معنا تاني يا أستاذ أمير؟ طيب، يعني الدستور من العقود الاجتماعية اللي موجودة، يعني بنقول ببساطة احنا هوصل لأبسط الناس، لو أنا مأجر أو مشترك مع واحد في شركة أو بنتعايش مع بعض، انت بتحط فلوس قد كده وانت بتحط فلوس قد كده، واحنا بنعمل الشركة دي بنكسب قد كده، تقسيمتها قد كده. هذا العقد بيرسم كل الحياة اللي موجودة للشعب المصري. ده ببساطة يعني ايه عقد اجتماعي. عقد اجتماعي متفق عليه من جميع طوائف الشعب المصري بجميع ثقافاته بجميع اتجاهاته السياسية، حول ازاي ننهض كلنا بمصر ونرقى بيها على المستوى الآدمي وعلى المستوى الدولي وعلى المستوى الاقتصادي أيضا والسياسي وإلى آخره. جالنا الأستاذ نبيل غبريال المحامي، وهنحاول إن احنا نطرح عليه بعض الأسئلة برضو بصفته من الجيل اللي حاضر المشاكل من أولها في الطائفية، وعلاقة طائفية وصلت إلى القضاء ووصلت إلى الشرطة وطبعا وصلت إلى حتت كتير قوي حتى في المدارس الآن. ونقول له ما معنى أن يوضع دستور طائفي في مصر؟ أستاذ نبيل برحب بيك. أهلا وسهلا، برحب بحضرتك وبكل ضيوفك في الاستوديو. ربنا يخليك. هو كان معانا الأستاذ رمسيس النجار، وسألناه عن الدستور والعوار الدستوري ويعني إيه دستور ما يخليش البلد تقوم على حيلها، وحضرته أجاب. لكن في كم سؤال كده عايز أناشد فيك روح الشباب وأقول، يعني إيه دستور طائفي يتحط في مصر؟ مصر ممكن تروح على فين بهذا الدستور الطائفي؟ بداية الكلام يعني. يعني أهم من يعني سوري أهم من كده حضرتك، أنا لازم أجيب الموضوع من أساسه قانونا. بمعنى الدستور ده ملك للشعب. تمام. الشعب المصري بجميع أطيافه. طبعا أنا بتكلم عن مصري، يبقى الشعب المصري. تمام. لا يجوز بنص القوانين والدساتير اللي استقرت وحكم مهم جدا للمستشار الدكتور عوض المر حكم 13 سنة 15 قضية صدر سنة 97 أن يكون سلطة من خلق الدستور أن تشترك في وضع الدستور. بمعنى لا يجوز لثلاث سلطات قضائية تشريعية تنفيذية، معروفة يعني تشريعية مجلس الشعب والبرلمان، قضائية قضاء، تنفيذية أي حد وزير
رئيس وزراء رئيس جمهورية. يعني يشترك في وضع الدستور. لسه دلوقتي سمع خبر يمكن بالنسبة لكم جديد نازل في مصر اليوم صباحا ان رئيس الجمهورية بيقول الجمعية التأسيسية دي لو تأخرت في وضع الدستور عن ميعادها سأعيد تشكيل الجمعية. وانا بقول له لا شكرا، ليس من حقك يا دكتور مرسي كرئيس الجمهورية سواء بالانتخاب او اشياء اخرى ان تشترك في وضع الدستور. تمام. اختلف على كرسي، اختلف على قانون براحتك انت واحمد شفيق، ولكن هذا الدستور ليس ملكك او الملك للاخوان، هو ملك للشعب المصري جميع اطيافه. تمام. دي اول حاجة. انا مش هخش في كلام على المسودة، المسودة مليانة عوار قانوني واخطاء يعني ما يعش فيها واحد لسه متعلم قانون. ليه؟ ان اساسا انا عامل لهم مفاجأة ممكن سمعتوا عنها، دعوة المنازعة اللي رفعتها انا والاستاذ ثروت بخيت وكرم غبريال وتنظر بعد العيد ان شاء الله في خلال ايام. دي منازعة لان الرئيس مرسي تحدى القانون المرة الثالثة في مجلس الشعب بعد الحكم، عمل قرار بالعودة ورحنا ربنا كرمنا بعشرة سبعة نفس الفريق انا واستاذ ثروت وكرم، خدنا الغاء قراره بعد مجلس الشعب. وقع في شر اعماله، اصدر قرار بقانون رقم 79/2012 كان في باله او اللي حواليه انه هيحصن الجمعيه التاسيسيه، وده اللي حصل مؤقتا ان كل القضايا بتاعت بطلان التاسيسيه اللي كانت امام محكمه القضاء الاداري مجلس الدوله تأجل. انتقلت للمحكمه الدستوريه للفصل في عدم دستوريه او دستوريه القانون. ونفس الوقت كان المشير طنطاوي طلع قرار منصور رقم 310/2012 بتشكيل نفس هذه الجمعيه. احنا طبعا القانون بيتطبق باثر فوري وليس باثر رجعي. تمام. قرار مرسي، انا كنت اقول حسني بس مرسي اصلي مرسي اي حاجه، المهم رئيس الجمهوريه بعيد عن السياسه تتكلم قانون، اصدر قرار وقال على اعضاء مجلس الشعب والشورى انتخاب اعضاء 100 فرد وكذا كذا كذا كذا. الكلام كان 12/7. انا عاوز اعرف يا مجمع اللغه العربيه ينتخب هو بيكلم مين؟ فين مجلس الشعب والشورى؟ يعني هو بيتكلم على جمعيه اخرى. تمام. يعني المفروض الجمعيه دي اللي كان شغال في مجلس الدوله كان مجلس الدوله ده حسب رايي انا كقانوني الفقهي كانت تحكم بالبطلان. مظبوط. هذا القانون المنعدم الباطل لم يحصنها. تمام. القوانين في مصر بتتطبق باثر فوري الا لو المشرع نص ان ليها اثر رجع وهو ما نصش على ذلك. ما علينا. المفاجاه اللي للاسف افسدت فرحتهم الكاذبه ان هو 45 يوم هيمرر لي الدستور الاخواني، قطعنا عليهم هذا الخط الفرحه انا استاذ ثروت بخيت وكرم غبريال، ومنازعه التنفيذ بتاعتنا كانت من 18/7 وبرد برضه على الاعلام الفاسد اللي هي اخبار اليوم كاتبه النهارده في الجريده. انا برضو انا جالي حول برضو كاتبه ان القضيه دي خاصه بالغاء مجلس الشعب. لا، هي خاصه بالغاء مجلس الشعب، ايقاف مجلس الشعب الباطل، وطالب بصفه اساسيه انعدام القانون 79/2012، ودفعت وطلبت بعدم دستوريه منشور بقرار 310/2012 وعدم دستوريه القانون 79/2012، وهذا حق مدفوع ليا طبقا للماده 27 من قانون المحكمه الدستوريه. تمام. رقم 48/1979. وارجو من الرئيس مرسي ان الحاشيه اللي حواليه المشكله من الذين يدعون فهمه في القانون هم اللي بيغرقوه، غرقوه في قرار مجلس الشرق، غرقوه في قرار اقاله النائب العام، وده تالت حاجه هيغرقوه فيها، وباذن ربنا ينصرنا في المحكمه الدستوريه وننقذ مصر من الجمعيه التاسيسيه الذي وضعت مسودة يضحك كل من يقرأها من ذول يقاتل البيت والذين يفهمون في القانون. تمام. أستاذ نبيل يعني أحييك على هذه الروح المصرية الخالصة، أنك أنت غير موافق على أن يبقى في خطأ في المستقبل الأجيال والحالي، يعني الرؤية المستحضرة حاليا والمستقبل الأجيال في وضع دستور به كل هذه العوارات ودستور طائفي كما السؤال يعني كان في بداية السؤال. طب بفرض ان كل الكلام ده هنقول ان القضاء مسيس وحكم لصالح رئيس الجمهورية وان مرروا الدستور والدستور طلع وهيستفتى عليه الشعب المصري وهقول بالموافقة كمان، هل الدستور الطائفي ده لمصلحة مصر؟
من الاخر من النتيجه يعني. تاني يا ريس هيهات ودي لغه عربيه تمام. دي برضو الكلام اللي بمرره الاخوان في الاعلام المصري تمام. الجمعيه باطله واي استفتاء من الشعب المصري كله بنعم وزيت وسكر لا يصحح البطلان، وجميع احكام الدستوريه العليا وجميع دساتير العالم تقول هذا الكلام. هذا الكلام ليس من عندي، يعني الدستور المصري حتى لو كله على نعم مبني على الرمال، هو والعدم سواء. تمام. ده دستور وليس قانون. تمام. الدستور ده اللي بيحكم علاقات الشعب ببعضه وعلاقاته مع الخادمين عندهم، خادمين اللي هم الثلاث سلطات بما فيهم رئيس الدوله، وهذا ليس تتبع قصرا ولكن هذه عبارات قانونيه. هو نفسه قال انا خادم الشعب، يعني عشان كده بنقول. وهو نفسه دلوقتي قال صرح انه هيعمل جمعيه سياسيه جديده يعيد تشكيلها، ان هو نفسه عارف ان الشعب المصري 90% او 99% غير راضي عن هذه الجمعيه، غير راضي عن هذا الدستور، لان الدستور فيه عوار وفيه كلام يضحك كتير جدا انا مش عايز اخش فيه عشان فكره هو باطل، جمعيه باطله. مش عايز نضيع وقت المشاهدين، الى ان احنا برضو استفردنا كم جزء كده مع الاستاذ رمسيس، لكن انا عايز اقوله هنا. طب دلوقتي مفيش مجلس شعب يا استاذ نبيل، ومش هيبقى فيه لجنه دستوريه لجنه لتاسيس الدستور كده، يبقى دي التشريع اهو وما عنديش دستور. انا عندي لسه ما زال الاعلان الدستوري قائم. الانتخابات اللي جايه اللي هتؤهل لي مجلس شعب هيكون مصدر هيكون هو الصفه التشريعيه ليه، هيتم ازاي؟ يعني حضرتك رجل قانون يا ريس. يا ريس ما سوري قطع كلامك. اولا لابد طبقا للاعلان الدستوري اللي هو لم يلغى طبعا، ايوه، ان يتم اولا وضع الدستور ويتم فيه شكل الدوله برلماني رئاسي، وبعد كده يتم انتخابات مجلس الشعب بشورى. لا يستطيع الرئيس ان يدعو الانتخابات وكده ويحط قانون بدون ما يكون في شكل الدوله. طيب هو دلوقتي مش من حقه يعين الدستور ولا السلطات التنفيذيه ولا السلطات التشريعيه؟ مش من حق الجمعيه التاسيسيه. انا هقول للناس ايه البديل، مش البديل ده صح. الجمعيه التاسيسيه حطها الشعب المصري، بمعنى ممثلين عن جميع الاحزاب، رؤساء الاحزاب، ممثلين عن جميع النقابات، ممثلين عن جميع الاقليات والأطياف، ممثلين عن جميع المواطنين جغرافيا، الصعيد، الشمال، البحري، ويطلعوا زي ما يطلعوا بقى، يطلعوا 1000 واحد، يطلعوا 2000 واحد، يطلعوا 3000، مش مهم. ان شاء الله هيكون واحد بهائي، البهائي ده يمثله واحد. بالظبط. لو ما كانش في توافق وتمثيل لجميع اطياف المجتمع، هذا الدستور هيكون باطل، لان الدستور بيتحط الاغلبيه لحمايه الاقليه مش العكس. ده المسودات طلعت من غير ما ناس تعرف من اللجنه المؤسسه للدستور. يا ريس يعمل اللي هو عاوز يعمله، احنا صاحيين له فضيق برغم شغلنا في المحاكم وشغلنا الخاص، كل عمل وكل عوار وعوجاج بنعدله له، والدليل استثارنا يوم 10/7 بالغاء قراره وعوده مجلس الشعب. تمام. احنا بنتكلم لغتنا لغه القانون وليس لغه السيوف والعنف والدماء. هذا دستور بلدنا ونحافظ على حقوقنا كمصريين وكشعب مصري. تمام. مسيحي ومسلم معتدلين. كله. لن نسمح لفئة حتى الدينيين، الدستور المعتدل سيحفظ لهم حقوقهم. لن نسمح لفئة تتاجر بالدين وتضحك على بعض المصريين باسم الدين. نحن هو دلوقتي كل شوية يقول لك الشريعة الإسلامية، يا عم ما تطلع قانون بالشريعة الإسلامية وطبقها على الناس اللي بتسرق واللي بتسرق مناصر واللي بتسرق مش عارف إيه. ما حدش معترض على الشريعة الإسلامية، بس ما تتحطش تقول للناس وتقعد تضحك عليهم انا بعمل كده عشان احط الشريعه الاسلاميه في الدستور. دستور ايه اللي بيبقى ليه صفه ودين؟ الدستور كيان معنوي مش شخص عشان ينسب له دين. ولا الدوله ينسب لها دين. تمام، احنا قلنا ان هو كيان اعتباري ليس له اي محل من الاعراب ان انا اقول حته الطوبه دي مسلمه او مسيحيه او بوذيه او هنديه، دي طوبه يعني من الاخر هو حجر. ازاي اعطي الحجر صفة الحياة للناس؟ يعني ممكن اقول الناس غالبية الناس بتدين بالدين كذا ممكن نعديها، لكن ان الدولة تبقى صفاتها كذا هي كيان اعتباري لا يمكن وصفه بهذه الصفة. استاذ نبيل معانا مداخلة وهرجع لحضرتك بسؤال ونختم الحلقة. ومعايا استاذ كرم برضو المحامي اللي رفع الدعوة معايا. ايوه استاذ كرم، استاذ ثروت بخيت، انت قلت حضرتك الاسماء. كرم جبريال معايا، استاذ معاك كمان مش معايا. ده يعني طبعا استاذ كرم ثانيه واحده خليه يكمل مع حضرتك، بس انا عاوز اقول حاجه. انا كنت اتمنى من الاخوان اللي عاشوا 80 سنه
زي ما بيقولوا تحت الارض, وهم بيقولوا النظام السابق ظلمهم, كانوا يراعوا العدل والمساواة بين المواطنين, بس للاسف ده ما حصلش. هم النظام السابق من 52, هم النظام السابق. كرم معاك ومشكر جدا. حاضر, احنا بنرحب بيك يا استاذ كرم, بس اخد بس مداخله الاستاذ مساء الخير يا فندم, اخد مداخله الاستاذ كمال بقى له نص ساعه على التليفون وارجع لحضرتك على طول. استاذ كمال معانا, المكالمه وقعت. استاذ كرم, رايك ايه في يعني ما تم انجازه من اللجنه التاسيسيه, وما بني على باطل فهو باطل, الى هذه الدرجه مش مصدقينها اولي الامر, يعني مجلس الشعب كأنه لم يكن هو اللي كون التأسيسية, ومع ذلك التأسيسية مستمرة ومجلس الشعب هو اللي مشي. التناقض العجيب في هذه القرارات وهذه مصلحة مصر أعلى من أني أختار شخص معين أو أطفي صفة الشرعية على حاجة ما هي الشرعية, وأقعد أغازل في الشعب المصري بصفته أنه شعب ذو طابع ديني من أيام الفراعنة ومن قبل الأديان حتى ما تخش مصر, هو بيقدس الحياة الدينية وبيحاول أن المعتقد يبقى هو صفته الغالبة, ولم تؤثر كل سنوات التعليم اللي فاتت دي كلها نقول 60 ولا 70 سنة من جامعات إلا في القليل منهم, أو نقول 20-30%, لكن الشعب المصري بمزاجه الآن يعي تماما مصلحته, ولكن هو مش عارف هو ساكت لغاية إمتى, يعني ساكت لغايه لما الدستور يمرر وفي الاخر خالص يبقى هو الضحيه وبعد كده يسكت, ولا الكلام ده بيصوره الاعلام والحقيقه غير كده؟ اتفضل استاذ كرم. وفي الحقيقه حضرتك جاوبت السؤال بنفسك, الاعلام الفاسد بيصور حاجات وبيهبط الناس وبيهبط عزيمه الناس, ودي حرب معنويه بيشنها الاعلام للاسف, الاعلام المحلي, علشان يحسس الناس انه في فايده. حضرتك الشق الاول من السؤال بتاع الوثيقه الدستوريه انا هجاوب عليه, بس مش من عندي, انا هجاوب عليه من خلال الحكم الشهير للمحكمه الدستوريه العليا برئاسه المستشار المرحوم عوض المر. قال ان باختصار شديد جدا, بدون ما ندخل في مصطلحات قانونيه وبدون ما ندخل في مصطلحات فقهيه عميقه, قال ببساطه خالص هذا الحكم الشهير ويعلمه معظم المستشارين ومعظم المحامين, قال ان الدستور هو الوثيقة العظمى التي تخلق سلطات الدولة جميعا. تمام. ولا يجوز للدستور خالق سلطات الدولة أن تخلقه السلطات, فالدستور هو اللي بينبثق منه كل السلطات التي تحكم علاقة الفرد بالمجتمع, وهو باختصار عقد مدني كل السلطات تخدم فيه الشعب, فلا يجوز مطلقا ان السلطات هي اللي تكون الدستور. تمام. المفروض ان يكون الدستور هو الشعب, زي ما شرح الاستاذ نبيل من شويه, وزي ما انا والاستاذ نبيل والاستاذ ثروت شارحين في الطعن امام المحكمه الدستوريه. اللي عايز اقوله للعالم كله, لو الجمعيه دي شرعيه ما كانش يطلع الدكتور محمد مرسي في جميع وسائل الاعلام يوم 10/7 لما انتصرت المحكمه الدستوريه للعداله وانتصرت للقضاء وانتصرت للشعب المصري وقررت الغاء قرار الرئيس محمد مرسي بإعادة مجلس الشعب. طلع قال انا مع القضاء ومع احترامي للدستور واحترامي للقضاء يوم 10 مساء. يوم 11 الصبح صنع هذا القرار القانون وبيخاطب مجلس الشعب بالعقل والمنطق كده برضه وبدون مصطلحات قانونيه. هل يجوز لاي بني ادم في العالم مشي في جنازه ميت ودفن ميت بعد ما يدفنه يطلب منه شيء سواء بالسلب او بالايجاب, ياخد منه حاجه او يديله حاجه؟ فالدستور مجلس الشعب اتعدم مرتين, مره في الدعوه رقم 20 لسنه 34 قضائيه في الحكم الشهير يوم 14/6, والمره الثانيه في منازعه التنفيذ اللي اقرناها برضو انا والاستاذ ثروت بخيت والاستاذ نبيل وكيال, منازع في التنفيذ رقم 4 لسنه 34 الحكم بتاعها يوم 10. ويعلم جميع من هو يعمل بالحقل القضائي ان اي حكم صادر من المحكمه الدستوريه العليا طبقا لقانون المحكمه الدستوريه العليا ذاته ملزم لجميع جهات وسلطات الدوله. تمام. فازاي لو هو عنده شرعيه وعنده مشروعيه
يصدر قانون في منتهى الخباثة وفي منتهى السرية وفي منتهى الكتمان بيخاطب فيه مجلس الشعب اللي اتحل مرتين. انا مش عايز اقول لك مات مرتين، المجلس الشعب اتحال اتعدم مرتين، مره يوم 14/6 ومره يوم 10/7. يبقى انت ازاي بتخاطبه عشان يكون لك 100 شخص؟ تمام. ولو هم ال 100 شخص، انا بس الكلام برضو للعالم كله، لو ال 100 شخص من كل تيارات المجتمع ومن كل المجتمعات ومن كل الاطياف اقصد، ما كانش حد اعترض. لكن تعال النهارده عد 100، هتلاقي 85% منهم من جماعه الاخوان المسلمين. فين شعب مصر؟ فين شباب الثوره؟ فين الادباء، الشعراء، الفنانين؟ اللي اهم من ده كله فقهاء القانون، الاستاذ الدكتور العالم العلامه ابراهيم درويش، هو ومجموعه كبيره جدا من علماء وفقهاء القانون، يا سيدي صنعوا دساتير لدول عربيه. ازاي يصنعوا دساتير ويسطروا دساتير يحترمها العالم اجمع وما يعملوش دستور بلدهم؟ اللي شارك في الجامعات الاساسيه مدرس اعدادي بيقول وبيجرم وبيحرم اللغه الانجليزيه في التعليم. واحد يعني مش عايزين نضرب امثال، حضرتك الجامعات الاساسيه دي بطله بطلان مطلق، ولو لو حتى حصل وانها اصدرت الدستور، ولو اني انا بوعدك ان ده مش هيحصل طالما في قضاء في مصر شامخ وشريف، وطالما توجد الهرم الرابع لمصر، الهرم الرابع وهو المحكمه الدستوريه العليا، لن يمرر الدستور ولن يتم استخفال شعب مصر مره اخرى. تمام. استاذ كرم خليك معانا في مداخله، واتمنى ان حضرتك ترد عليها. معانا مداخله، عرف مساء الخير الاول. مساء الخير يا فندم، عرفنا باسم حضرتك. الو. ايوه اتفضل يا فندم. الو. ايوه اتفضل، انا سامعك. مساء الخير. ممكن توطي التلفزيون بعد اذنك؟ مساء النور. انا ما عنديش تلفزيون خالص والله. اه طب على النت يعني. اتفضل. سلام المسيح معاك. اتفضل. سلام المسيح معاك. سلام المسيح معاك ايضا، اتفضل يا حبيبي. انا عايز اعرف يعني احنا مصيرنا ايه هنا يعني؟ مصير انت حضرتك ما قلتش اسمك. نعم. ما قلتش انت فين؟ عايز اسمي؟ اسمك وانت فين؟ انا في الهرم، اسمي ابراهيم ناجي مرقص. ابراهيم ناجي مرقص ومن الهرم. اتفضل يا استاذ ابراهيم. نعم. ناجي اتفضل. احنا مش عارفين نعيش هنا. مش عارف تعيش هناك، ايه السبب انك انت بتقول كده؟ اللي في المسيحيين كلها في شارع الهرم، مسيحيين كلها في شارع الهرم مش عارفه تعيش هنا. اه سريعه وشاخره يعني الواحد بيخاف يطلع. انا راجل عامل حادثه، مركب مفصل وباخد علاج، بياخد العلاج، والست بتاعتي تعبانه، بخاف اطلع بنتي. اللي بشوفه. وبعدين انتوا القنوات اللي انتوا بتتكلموا عمالين تتكلموا، انتوا مش حاسين بينا. احنا مش حاسين بيك، ده احنا معانا كل الناس اللي حاسه بيك وبتعرض نفسها للخطر يعني بتعارض اعلى سلطات في الدوله عشان تجيب لك حقك. قصدي انتوا بعيد عننا، لكن حاسين بيك وبننقل صوتك. انت صوتك مسموع لكل الدنيا دلوقتي. انا معاك، انا معاك ومش ضدك. معانا. طب يعني اللي انا عايز اقوله عدم اسمعني، انت حضرتك مش شاعر ان في امان وفي سلام ومش قادر تكيف امورك هناك، لان يمكن مصر في حاله ثوره. لا، عايزك تقعد وتتمسك ببلدك وما تخافش. ده انا اموت، انا كده والصديق كده. تمام. لكن اللي انا عايز اقوله، ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل وبيخوفك؟ اسمعني يا عم ابراهيم، اسمعني. انا بكلم من مدام ناديه ومحمد رحومه وبغداد. ايوه اليوم انا بتكلم.
تمام تمام يا عم ابراهيم، انا عايز افهم ايه اللي مخليك. انا عندي 64 سنه. ايوه تمام عم ابراهيم، انا عايز اسمع منك ايه اللي مخليك شاعر، مش شاعر بالامان ومش شاعر بالسلام ومش عارف تاخد راحتك في بلدك، ايه اللي انت شايفه حواليك؟ مش عارف اخد راحتي. لا مش سامعك يا عم ابراهيم. تعبانين، مش عارف اخد راحتي في بلدي. مش عارف تاخد راحتك في بلدك، يعني ايه مش عارف تمشي في الشارع مثلا؟ لا. بتتشتم لما بتمشي في الشارع؟ لو معايا بنتي طبعا نفس الطريق وشعرها طبعا مش فبتتشتم. ماشي. بتخاف على بنتك ان يحصل لها زي ما بيحصل وبنقرا في الجرايد. لا عيني. يبقى امين الشرطه واقف قدامي ولا بيعرف حاجه. تمام يا عم ابراهيم، تمام ربنا يعينك ويعين كل. ماشي. طب هاخد منك طلب. اتفضل. طيب احنا نصيرنا ايه يعني كده؟ يعني مصيرك، مصير البشريه كلها في ايد ربنا، لكن ربنا ادانا عقل وفي ناس بتفكر وفي ناس محترمه وفي ناس وطنيه، ومصر مش هتضيع من ايد المصريين. ما تخافش، مصر هترجع لايد المصريين مره تانية، هي زوبعه في فنجان وهتعدي. لا مصر مش هترجع. لا هترجع على الحاجه دي خلاص. الاخوان والسلفيين. لا هترجع. الحاج مرسي ركب الكرسي خلاص. هترجع. شكرا يا عم ابراهيم. وهنرجع تاني للاستاذ كرم. معانا الاستاذ كرم، نختم التعليق ونقول ان الحوارات كلها حوالين الدستور والرساله المقروءه من خلال بعض الجمعيات او بعض الطوائف اللي عايزه تخطف الدستور وتعمله دستور ديني. نقول للمصريين ايه ونطمنهم ازاي يا استاذ كرم؟ وحضرتك شفت المكالمه والقلق اللي هو فيه، حتى مش قادر يخرج من بيته. حضرتك انا برد عليه واقول له يا ريت بدل الاحباط اللي هو بيبث للعالم كله والخوف اللي هو عايشه ده مش هيحقق له اي نتيجه. تمام حضرتك، يعني انا في كل زياره لكل دير، بما اننا شخصيات معروفه الناس بتيجي تتكلم، بقول لهم العيب مش في الناس صناع القرار، العيب في الشعب. فعلا في العيب في الشعب. ليه؟ النهارده مرسي نجح، المفروض ان هو نجح يعني، والمفروض ان هو رئيس الشرعي للبلاد. نجح بنسبه كام؟ 49.50 او 51.49. يعني عايز اقول لحضرتك 49% او 48% من لهم حق التصويت ومن لهم حق الانتخاب، الدولة ادتهم يومين اجازة كاملين او ثلاثة على ما اظن، واللجان كانت مفتوحة من 8 الصبح ل 12 بالليل، واللجان سمحت لاخر واحد يدخل، و 48% من لهم حق الانتخاب ما راحوش يصوتوا. يمكن اكتر. ويمكن اكتر. حضرتك النهاردة لما كنت في زيارة لدير القديس العظيم الانبا بشوي، كنا بنقول للضباط باعلى صوت مدينة وادي النطرون اتشلت واتربكت من الاوتوبيسات اللي داخلة والاوتوبيسات اللي خارجة والعربيات الملاكي، كان في فعلا ارتباك في المرور. والنهارده طبعا عيد اخواتنا المسلمين، فما فيش مرور لاخواتنا المسلمين، كله قاعد بيعيد في بيته او بيعيد في اقل نطاق. فكنا بنضحك باعلى صوت مع ضباط الشرطة ونقول لهم ادي الاقباط اللي بيقول مسؤول رسمي في الدولة ان هم 5 مليون. الخمسة مليون النهارده بس انتهزوا فرصة اجازة وراحوا زاروا اديورة وادي النطرون. النهارده بس 5 مليون زاروا. فأنا بلوم على كل واحد النهارده بيقول بنتي مش قادرة تمشي بشعرها، مش قادرة تمشي بصليب. أنت السبب، أنت وغيرك السبب. ال 48% اللي ما نزلوش الانتخابات على الأقل فيهم 10% من ال 48 دول أقباط على الأقل. تمام. حضرتك توافقني الرأي. تمام. ولا تختلف معايا في هذا الرأي. لا أنا موافقك إن الشعب هو مصدر السلطات وهو اللي بيقرر مصيره، وتقرير المصير هنا في الانتخابات. ما رحتش الانتخابات فأنت بتدي تقرير المصير لغيرك، فما تلومش إلا نفسك. بالظبط كده. وربنا إدانا فرصة من ذهب وادانا فرصه من ماس، وهتكون في يوم من الايام يعني مجلس الشعب ده اللي كان بالزيت والسكر والصابون وبامور اخرى وبالضحك على الضغط المعنوي
جنة ونار ومش جنة ونار، نعم وجنة ونار، ربنا أراد وتحل بحكم من المحكمة الدستورية العليا، ونحن نعلم ومتأكدون أنها إرادة سمائية. أصبح الشعب الكورة في ملعبه مرة تانية، تمام، وأصبحت الغلبة للشعب. لما نشوف الشعب واحد زي عم إبراهيم ده و25 مليون زي عم إبراهيم، لما نشوف هينزلوا يعملوا إيه في الانتخابات، وهم اللي هيقرروا دستور مصر، تمام، وهم اللي هيقرروا مصير شعب مصر. المثقفين والنخبة بتطعن، بتروح المحكمة الدستورية بتطعن على القرارات، بتطعن على قوانين، بنعمل مجهود بنسبة الزمن، ماشي ماشي، بس بدون إرادة ربنا وبدون إرادة الشعب المصري ما ينزل السنة دي، حتى لو تعرض لضرب النار، حتى لو تعرض لقنابل، لازم يعمل اللي عليه، ينزل حط صوتك في الصندوق، ولازم تعمل اللي عليك. جملة أخيرة نختم بيها حضرتك، السيد المسيح له كل مجد وكرامة، لما حب يقيم لعازر من الأموات قال لي الكام نفر اللي واقفين، ارفعوا الحجر، ارفعوا الحجر، كان يقدر المسيح ينفخ في الحجر يطيره من قارة لقارة. أيهما أصعب، إقامة الميت ولا رفع الحجر؟ طبعا إقامة الميت. فربنا عايز الشعب يشارك، والشعب لازم يشارك، تمام. على سبيل المثال هو انتخابات البابا، على سبيل المثال الشعب بيقول كلمته وبيعمل في التصفية، وربنا بيختار البطرك من الثلاثة بإرادة سماوية منفردة، تمام تمام. فلازم احنا نعمل اللي علينا وبعدين نقول يا رب، تمام. مش نتكل على ربنا في كل حاجة، نعمل اللي علينا الأول ونقول يا رب بارك في خطوتنا. المشاركة الاجتماعية من أجل تحديد مستقبل مصر، قم وشارك ولا تكون من المتفرجين حزب الكنبة. شكرا أستاذ كرم غبريال على هذه الرسالة المقروءة جيدا للشعب المصري كله. أنا لا أخص الأخباط فقط، ولو أن كلمة أخباط يعني تعني الشعب المصري كله. أعزائي المشاهدين، إحنا بنشكر كل المتداخلين في هذه الحلقة، بنشكر طبعا ضيوف البرنامج الكرام، الأستاذ المستشار رمسيس النجار، والأستاذ نبيل غبريال، والأستاذ كرم غبريال، وكل الذين تداخلوا معنا بنشكرهم شكر خاص. ويا رب نكون أفدناكم وأفدنا نفسنا، ونتعلم سويا حول مصير الشعوب، كيف يكون من خلال المناقشات الجادة، ومن خلال الحوارات والرسائل المقروءة. إلى حوار ورسالة أخرى الأسبوع القادم، نلقاكم على خير وتصبحون على خير.